السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ظهرت في الساعات الأخيرة صورة للدكتور حسام وافي وهو بيقبل إيد رجل أعمال محمد أبو العنين، واتضح إن الصورة دي متاخدة كان في عقد كرم بنت الدكتور مصطفى بنت الدكتور حسام وافي. ولكن هذه الصورة يعني نالت خدت حزن كبير من الجمهور، من هو يشوف الدكتور حسام وافي بعلمه وقامته وهو بيقبل بإيد رجل أعمال محمد أبو العنين. والأستاذ محمد أبو العنين دوت هو صاحب القناة اللي الدكتور حسام وافي شغال فيها. فالصورة دي أصابت الناس بالحزن وبالحزن بمشاعر غير طيبة إن هم يشوفوا الدكتور حسام وافي اللي هو ذو علم وفير في الطب وفي الدين، وناس كتير بتحبه وناس كتير بتستنى الدروس بتاعته في الدين وفي والعلم والطب، ان هو في بيقبل إيد صاحب العمل اللي هو بيشتغل فيه. ممكن يكون صديقه، ممكن يكون في بينهم زمالة، بس ما توصلش إن هو يبوس إيده، وخصوصا إن هو كمان أكبر منه في السن. الدكتور حسام وافي أكبر من أبو العنين في السن، ده ما نعرفش السن بكام بالظبط، لكن بيتضح ده بالصورة. فإن مكان الدكتور حسام ليه مكانة عالية وليه تقدير وليه حب كبير من الناس، فهو في قمة عالية يعني مع العلماء اللي هم في علماء في العلم وعلماء في الدين. فتبص تلاقي إن الدكتور يعني بيبوس ايد صاحب العمل بتاعه، ده دي صورة غير محببة واصابت الناس بالاسف وبالحزن لما يشوف هذه الصورة، لان هو له مكانة كبيرة عند الناس والناس بتحبه وبتقدره. وحتى لو كان هو صاحب العمل، الرازق ربنا هو اللي بيرزق، وانت بعلمك وبتدينك في احسن المراكز وفي احسن الاماكن. فلا كانش حد يحب ابدا يشوف صوره زي ديت وانت يعني على العلن وتتسرب وتخرج صوره زي ديت على الاعلان. بعدين ده كان عقد كرام بنته. نبص نلاقيه الصورة اللي بعد كده ان هو واقف مع بنته بيرقص، وبنته مش لابسة، مكشوفة من فوق ومكشوفة من تحت، وده مع يعني حاجة غير متوافقة مع الكلام اللي هو بيقوله والشرح اللي هو بيشرحه في الدروس بتاعته. فكل الدروس بتاعته بتحس على الدين والتمسك بالدين وتعاليم الدين، ان الناس لازم تلتزم والناس لازم تحافظ على دينها عشان ربنا يوفقها، عشان ربنا ينجحها في حياتها. والدين هو اساس الحياة، والناس من غير الدين ما تعرفش تعيش. تبص تلاقي بنته طالعة في الفرح، فرح عريانة من فوق وعريانة من تحت. طب ازاي انت رجل الدين ما بتحسهاش على حاجة زي كده وتقول لها لازم ان انت تلتزمي، يكون اللبس بتاعك بيتوافق مع تعاليم الدين. انت لبنتك وبنتك المفروض انت بتخاف عليها، وتأمرها انها تلبس اللبس الديني اللي يحفظها ويحفظ جسمها وتحافظ على وربنا يرضى عنها. لكن كده انت سايبها، ايه فايدة الدروس بقى اللي انت بتديها للناس، وتحس الناس على انهم يلتزموا بالدين حتى يوفقوا في حياتهم. يعني المفروض اولى الناس بهذه التعليمات هي بنتك، اقرب ناس لك، اقرب واحدة لك،
فهي المفروض انها تكون بتلتزم بالكلام اللي انت بتقوله والدروس اللي انت بتقولها، لكن تبص تلاقي انت بتقول كلام وهي ماشية في طريق تاني خالص، غير ملتزم بجميع التعليمات الإسلامية، ولا ومفيش مش ملتزمة خالص باللبس الديني ولا بالدروس اللي انت بتشرحها وتحس الناس عليها، خصوصا احنا لسه خارجين من رمضان. احنا اللبس ده بيتناسب مع رمضان، حتى لو عقد قران. عقد قران احنا بنبدأه بنقول بسم الله بسم الله، ونبدأه المفروض بتاع بالتزام بالدين والتزام بعاداتنا الدينية الإسلامية، مش إن إحنا نطلع بهذا الأسلوب زي الناس اللي هي مش متعلمة، الناس اللي متعرفش حاجة عن الناس اللي متعرفش حاجة عن 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 الدين وتعمل كده، نقول لها عذرها. لكن إحنا أنت مصدر يعني شرح، بتشرح لنا إيه الدين بيقول إيه والإسلام بيقول إيه، وإن إحنا لازم عشان نوفق في حياتنا لازم نعمل إيه. تلاقي بنتك أقرب الناس لك بهذا الأسلوب. ده الحاجات دي أصابت الناس بالحزن والكآبة والأسف، والأسف لما حدث، لأن ده المفروض ما يكونش ما يحصلش من بنت عالم كبير، عالم في الطب، عالم في الطب، وعالم في العلوم، وعالم في تعاليم الإسلام والإسلام، ولسه خارجين من رمضان بنصلي وبنعبد ربنا ونصلي التراويح ونصلي قيام الليل. يكون دوت اول ما نعمل الفرح، ويكون هذا ده رد الفعل بعد رمضان، احنا اسفين جدا لما حصل، ويغفر لك ونتضرع الى الله انه يعني يغفر لك كل بني ادم خطاء، وخير خطائين التوابون. ربنا يتوب علينا جميعا يا رب، ويغفر لك ويغفر لما 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 حدث يا رب يا رب، ويكون تعليماتك وشروحاتك اللي انت بتشرحها يعني في ميزان حسناتك، وتكون يعني في وسيلة انها وسيلة ضد هذه الحاجات اللي هي بتخالف الشرع وتخالف تعليم الإسلام، وكون يعني لك خير في ميزان حسناتك الشروحات اللي انت بتشرحها والتعليمات اللي انت بتحدها، وكل حصان كبوة وبني آدم خطاء. وربنا يتوب علينا جميعا ويهدينا للصواب ويهدينا لأحسن الوسائل، ويجعل شروحاتك واهتمامك بالعلم بالعلم وبالدين ده في ميزان حسناتك، ويغفر ما قد حدث اذا كان خصوصا انه اساء الناس كتير من محبيك اللي بيحبوك واجتمعوا عليك، وخصوصا الشباب بيقتنع بأن اللي بيقول الكلام ده لازم يكون ملتزم بيه، ولازم يكون أفعاله مثل كلامه، المقال زي الفعل والمقال والفعل الاثنين وجهين لعملة واحدة. مش أنا بقول كلام والفعل بيكون مخالف للمقال، اللي عشان أصدق الكلام اللي يتقال لازم يكون المقال والفعل الاثنين مرتبطين ببعض. ربنا يهدينا جميعا، وربنا يغفر لنا ويتوب علينا ويرحمنا جميعا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وألف مبروك لعقد قرانها، وإن شاء الله يكون زواج سعيد، وفقنا جميعا. ونحن بنقول الكلام دوت نتيجة لحبنا لشخصية الدكتور حسام وافي، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، ويغفر لنا جميعا جميع زلاتنا اللي بتمر علينا سهو من غير ما نركز فيها. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.